البشر، وقد وجدت الرسومات على جدران المقابر والمزهريات وجدران المنازل والأواني وغيرها. فمن خلال هذه الرسومات تم دراسة التاريخ جيداً، ثم أصبح الرسم في الوقت الحالي أكثر ذكاءً وتقدماً. نبقى مع كلمة رئيسة المنظمة حنان متي توما، تلقيها روناك إلياس حنا مسؤولة فرع نينوى، فلتتفضل. في البداية يسعدني اليوم أن أرحب بكم في افتتاح المعرض 11 للرسم في قرقوش. وقبل أيام كان لنا افتتاح المعرض الأول للرسم في برطلة. كان المعرض نتاج دورة استمرت 3 أشهر أيضاً. إن منظمتنا التي تهتم بالمرأة والطفل والعائلة وتعمل في الكثير من النشاطات كالإغاثة والإعمار، كان لنا الاهتمام الأول الذي أخذناه على عاتقنا مواصلة الاهتمام بالشباب وتطوير مواهبهم بمادة الرسم منذ أكثر من 15 عام، وما زلنا مستمرين لإيماننا بأن الرسم من الفنون الأولى التي لها الدور الأكبر في تخطي الأزمات النفسية، إلى جانب الفنون الأخرى كالموسيقى وغيرها، ولها أيضاً الاهتمام بالجانب الروحي ومعالجة نفسيتهم التي تأثرت بشكل كبير بكل ما يحيط بها من ظروف بيئية مختلفة، قد تكون اجتماعية وعائلية واقتصادية، يضاف إليها ظروف الحروب والتهجير وعدم الاستقرار وفقدان الأمن والأمان بالحاضر والمستقبل. كل تلك الأمور حاولنا معالجتها أولاً بالرسم وقراءة تلك الرسومات وترجمتها من خلال مدرسة علم النفس ولمدة 3 أشهر على شكل محاضرات توعوية تمس واقعنا المعيشي اليومي. ومن هذه المواضيع: الغضب، تقبل الآخر، الفشل وأسبابه، الابتزاز الإلكتروني، مفهوم الحوار، حب الذات، التواضع، الصدق، الشخصية، الخجل، حل المشكلات، وغيرها الكثير من المواضيع. وليكتمل عملنا بالصورة التي سترونها في المعرض أولاً وفي سلوك أبنائكم ثانياً. نحن فخورون بما نعمل في خدمة مجتمعنا وشعبنا، وهنا لابد أن أشير بالفضل إلى الجهة الداعمة لنا المستمر، وهي منظمة إسماعيل الهولندية المؤمنة بأن عملنا له نتائج إيجابية لها الأثر في خدمة المجتمع. كل الشكر لمنظمة إسماعيل وكل فريق عملها، وشكري أقدمه أيضاً لكادر الدورة للرسامة سارة صباح إيليا، ومدرسة علم الاجتماع فالنتين أنيس جميل، ومساعدة مدرس الرسم عذراء سمير حبيب. وفي الختام أقول إن موهبة الرسم لا تأتي ثمارها إلا إذا اقترنت بالعمل الدؤوب والتدريب الكثير والمثابرة في تعلم كل جديد. إن الرسام شخص مختلف عن الآخرين، حيث إن موهبته جعلته ينفرد في سلوكياته مع الآخرين. أتمنى أن تتمتعوا بافتتاح المعرض وليكن نهاركم سعيد. شكراً. إذا أراد الفنان أن يكون فناناً بحق، فليأخذ من مشكلات مجتمعه محوراً من أعماله الفنية ويترجمها على لوحات تغازل الواقع. نبقى الآن مع فقرة توزيع الشهادات والهدايا على الطلاب المشاركين في دورة الرسم، فلتتفضل السيدة حنان متي توما رئيسة منظمة بيت نهرين للمرأة لتوزيع الشهادات. فاتن سلام يعقوب، أودير بشار مجيد، بس أبي مش أنا متي، ساندرا سليمان متي، لا متي ما خليها الإنجيل، ها؟ أبي بخشان. Thank you.
نيفين وليد مارسينا. مارفن لؤي إلياس. مسرة يوسف نوح. شكرا استاذ. فليتفضل السيد عماد خليل العبيدي رئيس المركز العراقي لحرية الإعلام فرع نينوى. غورغيس فيناس زيتو. بيبيان يونس حنا. صفا ربيع سالم. شكرا استاذ. ساندرا غانم جمال. مريم حازم جدجو. شكرا استاذ. خالد امين ناصر. ريتا وافر يوسف. مبروك. شكرا استاذ. فليتفضل الاستاذ سعد طانيوس عضو مجلس محافظة نينوى السابق. انوار جميل سركيس. اراس فاضل يلدا. دانيلا يوركان. ألينا حكمة جميل. شكرا استاذ. فلتتفضل مدرسة الرسم سارة.
فرح مهدي كاظم أرجان حسن كاظم التي من خلالها يستطيع الرسام أن يتنفس من عبق موهبته ويستطيع أن يحاكي فكره. فليتفضل السادة المشاركين لافتتاح دورة الرسم 11 المعرض. المعرض 11 في قرقوش وهو بدعم من منظمة إسماعيل الهولندية. طبعا هذا الدعم مستمر لنا وذلك لحاجة شعبنا وطلبتنا وشبيبتنا إلى الدعم النفسي والأمور النفسية معالجتها عن طريق المحاضرات اللي نعطيها من خلال الدورة خلال 3 أشهر. وكما قلنا هي دورتنا استمرت لمدة 3 أشهر وكان الشارك فيها تقريبا 25 طالب من قرقوش من جميع المكونات. نتمنى الموفقية والنجاح للكل ونتمنى الأهالي الطلبة الاستمرار في الاهتمام بأطفالهم وأبنائهم من الناحية النفسية. شكرا. أنا حنان متي توم رئيسة منظمة بيت نهرين للمرأة. طبعا هاي لوحتي عبارة عن شجرة
يعني بالقمه بقمه الجبل. انا البنت اللي يعني الاولى لابويا يعني الاكبر وحده يعني الكل يشوفني من بعيد، ويعني لوحتي عباره عن الكل يعني لازم يسمع كلامي ويمشي على كلامي. وحبيت اناسق الالوان الازرق والوردي ويعني شجره عاليه يعني انه الكل يعني راح يشوفني، وانا متحكمه بالبيت. وهاي النجوم هاي الابيض عباره عن النجوم والغيوم. وشكرا. مرحبا، انا اسمي ساره يوسف من منظمه بيت نهرين من دورة الرسم 11. طبعاً من خلال هذه المنظمة تعلمنا هواية أشياء، ومنها عمل لوحات ورسم على اللوحات. طبعاً أنا اختاريت رسم لوحة بغدادية اللي هي أهم بها التراث. أنا أحب التراث كلش، وأحب النساء البغداديات العراقيات، هن رمز الشجاعة. وهذا الشعر الأزرق عليها، هي يعني كالبحر، المرأة كالبحر، كل شيء يطلع من عندها وواثقة من نفسها دائما. شكرا. طبعا شيمة فيفيان يونس حنا، ارسم لي هذه لوحة مشهورة للفنان فانكوغ، فكم جبالي حيل قصدتح فاكيوتي وضيجو، ورسم لي هذه لوحة يعني بحيل معاني. وطبعا شكرا هذه منظمة لان حيلي البلي، ويعني مستفدنا من نفس الوقت وقضي لي وقت بسيمة منها.